فيما يخص ما حدث في بوابة كعام، فهو احدى العمليات المتوقعة في وجود التسيب الأمني وفي وجود الفراغ الأمني اللي موجود الآن. احنا عندما انهينا نظام تنظيم القاعدة في مدينة سرت وتم القضاء عليه، واكثر من مرة وجهنا رسائل للمشاهدين والليبيين وللمسؤولين في ليبيا بالكامل، قلنا ان هناك بعض الفلول الهاربة التي تمتد في المنطقة الممتدة من شرق سرت الى غرب مدينة الخمس، ولكن يبدو ان لا حياة لمن تنادي. فبالنسبة لغرفة عملية الطوارئ احنا قاعدين نشتغل وتواصل الطيران الاستطلاعي ونتابعه ونتواصل مع جميع الغرف الأمنية. هل عقيد محمد، هل يمكن ان تحدثنا عن الجهودات التي تقوم بها القوات الجوية في مراقبة الصحراء الليبية للحد من هذه الخروقات التي يقوم بها هذا التنظيم وغيره من التنظيمات الأخرى؟ بالنسبة لعمل سلاح الجو الذي لا زال على قدم وساق ولم ينقص منه شيء على مدار الساعة على تغطية الأرض الممتدة من شرق مدينة سرت إلى رأس جدير وإلى منطقة الجفرة جنوبا، في حدود الصلاحيات في حدود الإجراءات المعمول بها في قمة المهنية، وبالتواصل مع جميع الجهات الأمنية لذات الاختصاص وذات العلاقة على الأرض. ولكن نحن نفتقد عمل سلاح الجو، طبعا احنا عملنا بروحه ما يأديش الغرض الكامل، احنا عملنا مربوط بالشغل اللي على الأرض، وإذا كان ما كانش الشغل اللي على الأرض شغل متكاتف وفيه مهنية لا 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 لا, لا يؤتي أكلة. بالإضافة إلى أن هناك حتى وعي المواطن في حد ذاته وثقافة المواطن في الشارع العام اللي موجود ليه دور جدا جدا في العملية الأمنية. احنا كسلاح الجو ما زالت إمكانياتنا محدودة، ولم ظروف ما في حد زايد على الثاني، ظروف الدولة الآن في عدم قيام دولة وفي وجود الصراعات السياسية، ولكن هذا لا 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 لا, 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 لا يجعلنا نتقاعد في سبيل وطننا. فنحن نشتغل بالإمكانيات اللي عندنا، بس نطلب من الناس سواء وزارة الداخلية سواء جهات الاختصاص الأخرى كل الناس يشتغلوا بمهنية قدر الإمكان. بالإضافة إلى المواطن الليبي، احنا راه ليه دور المواطن الليبي في متابعة الناس اللي تتحرك على الأرض، في إيجار المساكن، في الرعاة الموجودين في المناطق الجنوبية، هذا كله له دور. هذه عملية كلها عملية متسلسلة، حلقات مترابطة ضروري تكون متكاملة بالكامل. طبعا في قوة عاملة، قوة البنيان المرصوص، في قوة مكافحة الإرهاب، قوة حرس المنشآت النفطية، جميع الجهات الأمنية تبع وزارة الداخلية، كل الناس اللي نثني على جهدهم، ولكن هناك في نوع من الفراغ الأمني سواء لعدم إمكانيات، سواء لعدم استراتيجية أمنية، سواء لعدم تواصل متكاتف. فأخواننا بالله أنا أتكلم من هذا المنبر وبصفتي من مندوب من سلاح الجو الليبي، أرجو الرجاء الكامل أن الناس كلها تكاتف الجهود. نعم. لأن هذا الوباء راه أنتم تحاربوا، ما تحاربوش في جيش منظم يمشي بتعليمات وكذا. نعم. أنتم تحاربوا في عصابات مهنية. بالإضافة إلى أن يعني موقف زي الموقف اللي صار هذا عند عدة تفسيرات وعدة أجندة، فالحيطة والحجر واسدة. نعم. يعني ما نقولش أن التنظيم الدولة انتهى في ليبيا مش موجود، وفي نفس الوقت ما نخوفش الناس. نعم. لأنه طيب. ولكن التسيب الأمني هذا اللي زاد. طيب. أنا اللي نأكد عليه فيما يخص فيما في حدود تخصصي كسلاح الجو، وإحنا جاهزين ونشتغل على مدار الساعة.